على وقع التنافس وهتافات الجماهير الرياضية اختتمت بمنطقة العيون على بعد 50 كيلومترا إلى الشمال الغربي من المكلا فعالية أكبر حدث رياضي للأندية والفرق الشعبية على مستوى مدن ساحل حضرموت بمشاركة 32 فريقا وناديا رياضي بعد جمود كبير كان قد شهده المشهد الرياضي في المحافظة خلال السنوات الماضية. دوري مهم جدا مثل هذه الأنشطة مهمة جدا للشباب. طرحنا خطة إن شاء الله طويلة الأمد استراتيجية الهدف منها الأساسي هو تطوير الحركة الرياضية. المهرجان الرياضي الذي توالت فعالياته على مدى الشهرين الماضيين يحمل تسمية دوري شهداء حضرموت في حربها ضد الإرهاب كتخليد لذكرى 24 شهيدا من أبناء المنطقة الذين استشهدوا في معركة العيون الشهيرة العام الماضي بين قوات الجيش ومقاتلي تنظيم القاعدة. العدد الكبير هو دور شهداء حضرموت الذين ضحوا في منطقة العيون التي كانت المعركة فيها الشرارة الأولى لتحرير مدينة المكلا هي منطقة العيون التي راح فيها الشهداء من أبناء حضرموت عامة ساحلها وواديها. الزخم الشعبي والرسمي الذي حظي به الدوري لا يعبر فقط عن مدى اشتياق الجماهير لعودة الأنشطة الرياضية فحسب بل وإلى حجم تفاعل كافة مكونات المجتمع في رفض الجماعات المسلحة الخارجة عن النظام والقانون. أتمنى من السلطات برضه في المحافظة وقيادة المنطقة أن يدعوا الشباب ويجعلوا هذه الدوري سنويا. ويأمل الكثير من المهتمين بالشأن الرياضي أن يكون هذا الحدث الكروي منطلقا لعودة الروح إلى المشهد الرياضي بحضرموت بما يسهم في إشغال وقت الشباب وحمايتهم من الأفكار الضالة وحالة الشتات والضياع. محمد اليزيدي لقناة بلقيس مديرية غيربة وزير.